مرحبا جميعا. بكل تأكيد تمنيت يوما أن تكون مشهورا أو أن يكون لك أموالا طائلة وشهرة وآلاف من المعجبين يصرخون باسمك، أليس كذلك؟ لكن لا شيء سهل في حياة نجوم المشاهير، حيث يتوجب عليك أن تعمل جاهدا طيلة الوقت لتحافظ على شهرتك، بالإضافة إلى أنك ستكون محط أنظار العالم. هذا يعني أن كل خطأ ترتكبه سيراه العالم وتسجله عدسات الكاميرات، وبالطبع سيتم رفعه على اليوتيوب. اليوم سنتحدث عن تلك الفيديوهات، فقد جهزنا لكم أكثر 16 موقفا محرجا للمشاهير، ولكن أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. هيا لنبدأ. أولا، يبدو هذا الفيديو عادي للغاية، فقط مجرد عرض للمغنية الأمريكية الشهيرة كات بيري، ولكن حدث فجأة شيء محرج. حسناً، لنكن صريحين، قد يكون أحد منا تعرض لهذا الموقف من قبل. ثانياً، من الرائع أن يقوم بعض المشاهير بعروض ضخمة داخل حفلاتهم، تماماً كما تفعل المغنية الأمريكية بانك، لكن من الأفضل ألا ينتهي الحال بجرح أحدهم. ثالثاً، إذا كنت أنت بيونساي فإن الجمهور سيغني معك وستصطدم الرياح بوجهك فيتطاير شعرك وتصل إلى أقصى درجات الطاقة، فتشعر كما لو أن كل العالم ينتمي إليك. ولكن وضع تلك المروحة لم تكن بالفكرة الجيدة، فبالتأكيد قد ألمها هذا كثيرا. أحيانا لا تكون المشاكل التي تطرأ في الحفلات هي نتيجة الأجهزة المتواجدة على المسرح، بل تكون نتيجة الجماهير أنفسهم. ولهذا السبب لا يرغب المشاهير بعناق المعجبين، ولكن بيونساي لم تكترث لهذه التفاهات. رابعا، إذا كنت لا تعرف كيف تختم فقرتك الغنائية بطريقة غير عادية، فكل ما عليك حينها هو أن تقوم بتقليد المغنية ميغان تراينر. فالسقوط بعصا الميكروفون طريقة لطيفة ومذهلة لختم الفقرة، حتى مقدم البرامج الشهير جيمي فالون فعل نفس حركتها واستلقى بجانبها على المسرح. خامساً، يبدو أن المغني البريطاني هاري ستايلز قد قرر تقليد ميغان تايلر، لكنه قام به في بداية فقرته الغنائية، ولكن تلك كانت سقطة قوية. سيكون لطيفا لو كان تم تسجيله بالتصوير البطيء مع إضافة بعض الموسيقى الكلاسيكية. سادسا، يعرف الجميع أن ملابس المغنية بيرني سبيرز التي ترتديها في الحفلات معقدة للغاية. فكلما كانت ملابس الفنان قصيرة جدا كلما زادت المشاكل. سابعا، إذا كنت مغني أمريكي مثير مثل المغنية الأمريكية كاشا ستظن أن كل من يحيطون بك يعرفونك، بل وستظن أنهم يرغبون في معانقتك. That was a nice moment. I don't know who that was. Yeah, it was Kesha. Okay. Well, I wish you the best. Keep looking up after. Wake up like P. Diddy, bottle of Jack, that whole thing. Okay. Anyway. حسنا، ماذا يجب القول في هذا الموقف المحرج؟ ولكن لا تغضب كاشا، فالحياة ليست عادلة. ثامنا، دائما ما يزعج المصورون كاني ويست وزوجته كيم كارداشيان، فطيلة الوقت يضطران إلى السير خافضين رؤوسهم، مما يجعلنا نشعر بالأسف نحو هذين النجمين، وخاصة نحو كاني،
فتلك الصدمة باللافتة مؤلمة للغاية بكل تأكيد. ولهذا ليس غريبا ان يفجر غضبه نحو هذا المصور. تاسعا، غالبا ما يلقى المعجبون على خشبة المسرح بعض الاكسسوارات الغريبة من الملابس. وهذا ما حدث مع ريهانا، فإلقاؤها بحمالة صدر شيء غريب نوعا ما، أليس كذلك؟ عاشرا، يعتبر جاريد لاتو شخص مذهل للغاية، فقد حصد العديد من الجوائز السينمائية. قام بأحد حفلاته بركل كرة ضخمة فسقط من على خشبة المسرح، لكنه ظل يغني كما لو أن شيئا لم يحدث. أحد عشر، لا نزال نخبئ لك العديد من سقطات المشاهير في هذا الفيديو، فعلى سبيل المثال تلك المغنية التي سقطت فجأة من على خشبة المسرح في إحدى حفلاتها الغنائية. اثنى عشر، أما تلك السقطة فيبدو أنه قد تم التخطيط لها مسبقا، وكخاتمة ظريفة للأغنية فقد انزلق الوشاح من على كتفي مادونا فصفق لها الجمهور، ولكن يبدو أن شيئا ما سيء قد حدث، فكان يبدو كما لو أن مادونا قد تسمرت في مكانها. ثلاثة عشر، يبدو أن ماريا كاري هي فقط من تستطيع التوقف عن الغناء في منتصف الحفل وتتابع السير على خشبة المسرح كما لو كان هذا مخطط له من قبل، ولكن فلنكن صريحين، هذا كان سيئا. أربعة عشر، لدينا هنا حفل آخر مثير، صوت رائع وحركات رائعة وفراشة ضخمة، لكن المثير هنا للإحراج، فقد صدمت تلك المغنية بتلك الفراشة العملاقة. خمسة عشر، هل يوجد شيء أكثر إحراجاً من ارتكاب خطأ في إعلان أسماء فائزين في حفلة الأوسكار ومن ثم تصحيح الخطأ بعد إعلان الفائز الخطأ؟ حسناً، لنلقي باللوم على فريد ووارين بريتي مقدمي حفلة الأوسكار، فهذا الحفل سيظل راسخاً في ذاكرة العديد لسنين طويلة. لا لا لاند. Thank you all. Thank you to the Academy, blue-eyed wife and creative partner Julia Hart. Whew. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture. I want. Warren, what did you do? Oh my goodness. 16، عندما ترقص على خشبة المسرح مرتديا حذاء ذو كعب عالي كما كانت تفعل المغنية أريانا جراندي، فبلا شك ستفقد توازنك وتسقط. ولكن لحسن الحظ لم تصب أريانا بأذى، فقد اعتدت أريانا على خوض لحظات غير مريحة أثناء حفلتها الغنائية. فهي لا تسقط أرضا فقط، بل تجعل أيضا الميكروفون يسقط من يدها بدون قصد تماما كما ترى. حسنا يا أصدقائي، هذا كل ما لدينا اليوم. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب، واشترك بالقناة، وقم بتفعيل جرس الإشعارات، وشكرا للمشاهدة.